كحلم سريع مرت الأيام التي قضيناها كغيمة عابرة حملت بغيث يروي حقولا وزروعا، فسلام على أيام مضت كطيف حلم جميل ونسمة هوى عليل. في ليلة يشارك فيها ضوء القمر وعطر الزهر ويتباهى معلمات قديرات ومربيات فاضلات، نحتفي بالتكريم والتوديع، نحتفي فيه برد جزاء جميل لشخصيات أمضت في التربية والتعليم خير أوقاتها وكافحن حتى جاءت ساعة اتخاذ القرار لتسليم الراية لمن خلفهم. شكرا لكنا وشكرا لكل معلمة صبرت وعانت في سبيل التعليم. شكرا لكن، شكرا يعانق نجوم السماء. تكريم من منسوبات مدرسة القريحة للمعلمات المتقاعدات رحمة أحمد، صالحة إبراهيم، شارة موسى، دخنة حسن، مايقة الحسين، فاطمة معين. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثناء نخص في تكريمنا اللي لها معزاه أكيد من منسوبات المدرسة نكرم كل مدرسة ترسي البناء وتأسسه والجيل منها يستفيد. لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزه اكيد منسوبات المدرسه نكرم كل مدرسه ترسل البناء وتاسسه والجيل منها يستفيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الانوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزه رحمة بسلوب الرفيع تحاور أزهر الربيع معروفة عند الجميع عن هدفها ما تحيد. شكرا بلا حد وحدود مفعم بريحان ووعود أبياتنا الرحمة حشود محروسة بالله الحميد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد. نقول بالصوت العلن مشكورة يا دخنا حسن أسلوبها مهارة وفن وطرحها راقي وفريد نشاطها أكبر دليل من تبر الروح العليل والتكرم يا دخنا قليل تستحقين المزيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد. والله إنها فالحة تعطي الأريج وتمنحة شكرا كثير لصالحة موصوفة بالرأي السديد. لو للوفاء طرف ومدى شكرك أبد ما له مدى يا صالحا صوتك صدى واليوم تكريمك أكيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد. شكرا عدد قطر الغيوم يوصل معلمة العلوم لشرف موسى كل يوم بعزمها وجه جديد شرف يا ضوء النجوم أجيلي يفخر بك ويروم من موجتك ينهى العزوم وعيش في فرحة وعيد. لو كتبنا من حروف هاتفي بنت الأنوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد. كفص بالعقد الثمين وريثة سيد المرسلين وما يقه أستاذ دين تخدم وطنها وتستعين وما يقه كيف نشكرها يا رب سألك تذكرها صرح المعالي منبرها وصيتها عقد بجي. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي
لها معزة أكيد. حيوا معلمة الحساب اللي لها نظرة تهاب، وفاطمة تعطي الثواب لجيرنا السامي الكريم. شكرا يعانق السماء وحبوب تقدر وتنام، يوصل أكيد الفاطمة اللي لها معزة أكيد. لو صرت ابنة من حروف ما تفي بنت الأنوف، زادها التعلم وصرف يكتمل فيها القصيد. لك يا ربنا وبعد حمدك والثنا، نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد. الفرحة فيك انت افتخر، والجهل يهوي واندثر، الخير فيك ينتصر والآتي ينتظر المزيد. سلامي يا كل الشموس، يا غالية على النفوس، والله تعلينا الروس باسمك النثل النشيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنا الأنوف، زادها التعلم وصول يكتمل فيها القصيد. لك يا ربنا وبعد حمدك والثنا، نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد. جوال 0501 3468 66.